المعطيات الميدانية، هل ترى دكتور يوسف بأن ساعة الصفر قد اقتربت؟ نعم، أنا أرى بأن ساعة الصفر قد اقتربت، وأن طبول الحرب بدأت تدق، وأن المسألة مسألة وقت، والذي يعني لا يعلم مدى جدية تركيا وجدية الحكومة التركية عليه أن يعيد حساباته كثيرا. نعيد ونقول مرة أخرى، هذه ليست المرة الأولى، وتركيا كما قال الرئيس أردوغان طفح الكيل يا سيدي، يعني لا يمكن الانتظار أكثر مما تم الانتظار. ومن يعول على الجهود الدبلوماسية للدول الغربية الموجودة في الشمال السوري فهو كمن يعول على سراب، يعني لا قيمة لذلك. أمريكا تعد وعود وتقوم بتسليح وتأجيج المنطقة، روسيا توقع باتفاقيات مع تركيا ثم تقوم بخروقات لوقف اطلاق النار وتدعم النظام القاتل في سوريا وتستهدف المدنيين، بل حتى النظام بدأ يستهدف نقاط المراقبة التركية في الداخل السوري. ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران أيضا تدعم النظام السوري. قسد بحجة أنها هي الآن تحت الغطاء الأمريكي تقوم بالهجوم على القوات التركية داخل تركيا والمدنيين داخل تركيا، منطقة مؤججة الهدف منها أن يتم إنشاء دويلة كردية أو تسميه تركيا أنه كوريدور إرهابي على الحدود المشتركة. لن يتم السماح بذلك أبدا، وهذا كمان يقال أمل إبليس في الجنة. وبالتالي عندما تفشل الدبلوماسية فتركيا قوية على الأرض كما هي قوية على الطاولة، سنقطع حبل سرتنا بيدنا. هذه العبارة استخدمها الرئيس رجب طيب أردوغان، إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية مع أمريكا وروسيا فتركيا ستمضي بمفردها مع التنسيق مع الجيش الوطني السوري الحر.